انا وجوزي كنا بنغير اساس الفيلا، كل طول يوم بنلف. فالمهم قال لي يلا بينا ناكل عند كذا، نروح مطعم نتعشى. نروح مطعم نتعشى. قلت له طب بقول لك ايه، ما تيجي نروح عند كذا. ماشي، اخترت سكه. عظيم. واكلهم حلو كذا. ايه طب والله ده الست يعني ما شاء الله ما بجيبش سيرتهم خالص. اهي اكلهم حلو. انا قال لي طب اوكي. فرحنا طلبنا الاكل، وبعدين قلت له يعني خلينا حاجات صغنطوطه، ايش حمامتين على اتنين ستيك على اتنين ريش على اتنين طرب، انا مش عايزه كتير عشان ما يتبقاش. عظيم. عشان كانت الساعه 10 بالليل. انتوا فردين بس. بالظبط. اوكي. فانا طبعا من طبيعتي انا مش فود بلوجر. ايوه يا فندم. مش فود بلوجر خالص. هاتيلي مطعم انا اتصورت فيه غير لما اكون انا وجوزي بطلع اقول يا جماعه تعرفوا مين عازمني؟ هزار. ايوه بس يا فندم اللي هو الفيديوهات اللي بتعملوها الهزار. اللي انا ايه تخيلوا مين عازمني، يلا اللي هتقول مين عازمني النهارده، اخوكي لا ابنك لا جوزك، بنهزر. عظيم. بس انا اساسا فاشن ديزاين، بس ان انا صاحبه محل ملابس، يعني انا بقف اعمل محلات. انت مش جايبه الاكل اصلا؟ نو خالص. انا حتى الاكل بعمله في بيتي، بطلع في المطبخ بروح عند ابني اقول انا عند شقه ابني. ده انا انتقدوني، انت حامه ازاي تخشي شقه ابنك وتعملي كده؟ يعني فاهم يعني الناس مش لاقيه حاجه تتكلم فيها. المهم يا ستي، فطلعت قلت لهم شفتوا بقى انا بعمل ايه، انا النهارده ايه عند كذا. وقمت جايبه القطعه اللي انا باكلها واكلتها حاجه صغنطوطه وحطيتها. طب شفتوا الاستيك، يا دوبك بشد الاستيك يعني، شفتوا الطرب وخلصت ايه اللايف. جيت بقى يلا شمر بقى وداخله بقى بقوتي داخله اكل، لقيت الاكل الـ 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 الاكل الفريك يعني الناس عشان انا اسكندرانيه يعني شويه معطن يعني ريحته مش حلوه. جبت الصدر لقيت الصدر. ثانيه، انا عايزه افهم. الفريك في الاول يعني عايزه اقول لك حاجه، قديم. انا غايب بالظبط، بس اللي في الاول عند الرقبه الاكل مش فريش. لا المهم ايه، قلت لهم يا جماعه الاستاف محترم جدا بامانه. طب ما تقولوا لهم الاكلكم مش حلو. قلت لهم يا جماعه الاكل كذا كذا، راحوا ايه غيروا وهم بيغيروا. تمام. انا خلاص عارفه اللي هي سدت نفسها، فاكلت سلط بعدين نزلوا لي بطيخ، مليت بطني بطيخ. حتى جوزي بيقول لي بطيخ، قلت له لا ده هو السوق السنه دي البطيخ فيه مش حلو يعني، حتى قلت حق الله خلاص اكلت. فجيت قلت لهم ايه، انا اتضايقت بصراحه ربنا عشان كذا مره كنت اطلب وكان الحاجه تيجي مش كويس وكنت بشتكي. فجيت قلت لهم يا جماعه الاكل يعني زفت، الاكل وحش، كنت متضايقه. تمام. المهم تاني. طب ايه اللي خلاكي تطلعي تقولي رايك التاني؟ لاني انا بصراحه ربنا الناس بتحب رايي وشايفه فيا المصداقيه جدا، فالناس كانت ممكن تيجي ما عجبهاش وكده. طب ما انت قلتي الاولاني كنت استنى رحلي شويه اجربي كمان مرتين اكمل الاكل. انا بصي انا صار يعني حتى يعني بلاش المره دي يعني، حتى اصبري اديهم فرصتهم. ما انا عشان انا اشتكيت كذا مره. انا اشتكيت كذا مره. انت قلت لهم خدوا بالكم فرع تاني. تمام. ما علينا. على فكره الناس صحابي وحبايبي ما فيش بينهم اي حاجه. تمام. فالمهم ايه، فجم تاني يوم كلموني ايه اللي حصل كذا كذا، تم احنا خلاص رضيناكي ومش عارفه ايه الشيك كام. انا بعترف، انا قلت جوزي ما تدفعش يعني، احنا يا جماعه اللي بيطلع اي منتج ياخد حقه ويديني حقي، انا نفسي تسدد. بص لي كده وبرق لي، مسكت الفيزا ودفعنا. خلاص دفعنا خلاص الحمد لله. المهم ايه تاني يوم هم قالوا انتوا ما دفعتوش يا فندم، كل حاجه عندي. قالوا ان انتوا ما دفعتوش؟ لا ما انا يا فندم دفعت والله بالايه. تمام. يعني انتوا دفعتوا اتنين؟ دفعنا ال دفعنا الاوردر. لا هم اخدوا الاكل وغيروه. عظيم. تمام. المهم يا فندم ايه، فجيت تاني يوم قولي لي يا نهال. مش يا نهال. اوكي انا بقول لك يا نهال يا نهال. لا قولي لي يا نهال. لا شويه لا يا نهار ابيض منوراني يا رنا. المهم جيت تاني يوم لقيتهم بيكلموني ايه كذا كذا كذا، وليه ده انت صاحبه مكان، ده انت ده انت ده انت ده انت. طبعا انا بتقال فيها شان، انا فعلا صاحبه مكان، انا دايما متردده على المكان. عظيم. انت بتحب المكان طبعا. عظيم. ولو عندي ايش عزومه وعندي اي حاجه عزمه اهلي، لا وفي رمضان بعمل مكان كبير جدا لعيلتي كلها وبعزمهم، يعني انا مش ناقصني الكلام اللي انا طلع ده، انا لسه جايه لك، انا مش عايزه اطول عليك. المهم تاني يوم قلت لهم لا انا اسفه، انا مش قصدي والله، انا كنت منفعله، مش المفروض ان انا اعمل كده، انتوا واردك مني بس يمكن ده اكون متضايقه. ايه اللي ضايقهم بقى في الفيديو؟ ان انا قلت الاكل وحش. ما علينا. طلعت تاني يوم بقى ايه اللي الاقوى عندي، انا كرندا ستايل الاقوى عندي الفيسبوك عندي اقوى ولا التيك توك؟ لا الفيسبوك. طب ليه؟ انا لسه جديده على التيك توك. اما الفيسبوك صفحتي ما شاء الله بقالك كام سنه؟ انا في المجال بقالي 20 سنه.
في السوشيال ميديا بقالي في السوشيال ميديا بقالي حوالي 7-8 سنين. فالفيسبوك البيج بتاعتك اقدم. اقدم. طيب وبعدين في حاجه الفيسبوك بيقول لك ان المنظور الرئوي للصفحه بتاعتك ما بين 43 مليون 48 ده هو بيبعت لك. انا صحتي فيها حوالي داخل على 160,000 170,000. طيب. بس المنظور الرئوي ان الفيسبوك بيشوف العالم كله. عظيم. فانا اضرب ده ماشي تمام. المهم جيت قلت لهم ايه طب خلاص هنطلع فيسبوك ويلا اطلع يا فلان اطلع معايا وخلي فلان كمان يدخل معايا في الايه هما يخشوا بس يكتبوا يعني انا اللي ظاهره في الكومنت. ايوه قلت لهم سلام ايه يا فلان ازيك إيه ما تزعلوش مني بقى خلاص هي ممكن تكون غلطه مطبخ تمام وصاحب المكان منوره تسلمي يا ست الكل قال لي تسلمي يا ست الكل قلت له خلاص ما تزعلش طب انتوا الفرع اللي انتوا هتعملوه جديد فين في كذا قلت لهم خلاص انا جايه لكم هتاكلوني ايه هتهزر معاهم عظيم وعندي اللايف كذا هتاكلوني كذا لا وجيبوا لي كذا كمان انا دايما في لفاتي بحب حته الهزار شويه عظيم لو كذا وكذا طب خلاص يا جماعه الناس دي مني وانا من ايام الحاج الله يرحمها خالتي وانا كده والناس عندهم وكمان الاستاف عندهم جميل من الاستاف ده كان عندهم هم كده بقوا ما شاء الله رجاله ومخلفين الدنيا حلوه حلو بس عشان ما تبقى تغير تتفهميش غلط انا سوري لا مفيش حاجه ده انت بس بتتحركي كتير عشان ما تتفهميش غلط ولا ايه تضايقيهم وتعدي لي اللي صدر منك خلاص بما اننا عشنا طب هم شافوا ده ازاي هم شافوه ان انا اتقال لي امسحي اللي على التيك توك ما مسحتهوش ليه قلت لهم يا جماعه انا مش انا اولا كبيري اي في السوشيال ميديا ان انا اجيب الصفحه بتاعتي وادخل انا معترفه كبيري قوي على التيك توك مين بيدير لك البيجيت عندي لا عندي الصفحه بتاعت الفيسبوك عندي شركه دعايه دو ايفنت بتديها لك تمام مش بعمل اعلانات مموله او كده المهم او بعمل انا بعمل ايفنتات في كل البلاد عظيم عشان المشروع بتاعك البيزنس بتاعك هنتكلم في البيزنس بتاعك ايوه إيه بس يا ستي فبعدين ايه قلت لهم طيب خلاص لما سمعت تاني يوم بعدين قمت لقيت الحمله اللي ضايقك بقى اللي ضايقك يا رندا الحمله اللي انا بقول فيها حسبنا الله ونعم الوكيل إيه انتوا ايه هو انتوا ايه انا نفسي افهم انتوا ايه ايه ده ايه كميه الشتايم دي ليه قلت رايي ده انا لما قلت رايي على التيك توك لقيت ناس كتير عماله تقول اراء ايه اللي قال حلو واللي قال وحش ما جابهمش ليه حسبوهم وردتكم تاني يوم على الفيسبوك اللي شايفينه ناس كبيره جدا طب يا سيدي قابلني خد الموبايل وامسحه انت انا ما بعرفش والله العظيم